السلام عليكم، مساء الخير يا أخوان. هذا علاج للجروح والجروح المستعصية والغرغرينة، الله يكفينا الشر إن شاء الله ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين. هذا وقف مجاني، اللهم عن وعن ذريتي وعن والديني وعن الذي أعطانا وصفة العلاج هذا، وعلاج مجرب 100%. أخوكم أبو عمر سلطان الفلاح. يوم كشفت عن رجله، رجله مفتوحة زي كذا من تحت، والله مفتوح يا أخوان، دخل 3 أصابع فيها، وتشوف الأوتار حقت رجله، الأوتار ومعفنة وريحتها جيف ومسودة رجله. طبعا جلست معاه جلسة والخلطة هذه مكتوبة، صلحت الجلسة والله الحمد خلال أسبوع ونص تقريبا تشافى تماما والله الحمد. ما كان مصدق، ما كان مقتنع، الرجال فقد الأمل. وهذه الخلطة تحت نفس الطريقة سووها. ويا أخوان تكفى يا أخي العزيز، المقطع هذا لا تبيعه، المقطع هذا وصلها للمحتاجين. أنا أبغى توصل لمن يحتاج هذا العلاج، كثير يعاني من هذا المرض بخارج المملكة وداخل المملكة. سألتك بالله لا تسويها وتبيعها، سألتك بالله لا تسويها على الناس وتبيعها عليهم بمبالغ هائلة. ولا تنسى العسل يا أخي، العسل الأصلي أهم شيء، أهم شيء العسل الأصلي.